الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: وإمامة اللحان تكره يا فتى، قالوا وتحرم إن أحال معاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المقصود باللحان أي كثير الخطأ في التلاوة، فاللحن المقصود به الخطأ، وهذا الخطأ إما أن يكون في الفاتحة وإما أن يكون في غيرها وإما أن يكون محيلا للمعنى وإما أن يكون غير محيل للمعنى وإما أن يكون في المسائل التي اغتفرها العلماء رحمهم الله تعالى وإما أن يكون في المسائل التي لم يغتفرها العلماء. فإذا كان الإنسان يلحن فلا يخلو لحنه من حالتين: إما أن يكون لحنه مخلاً بالمعنى وإما لا. فإن كان لحنه مخلاً بالمعنى فيحرم تقديمه إماماً بين يدي المسلمين، لا يجوز لنا أن نقدم اللحان الذي يلحن في التلاوة لحناً يحيل المعنى، وهو المقصود بقول الناظم قالوا وتحرم إن أحال معاني. وأما صلاته في نفسه فهل تصح أو لا؟ قالوا إننا ننظر إلى قدرته على إصلاح هذا اللحن من عدمه، فإن كان قادراً على إصلاح هذا اللحن فإن الواجب عليه أن يصلحه، فلو أنه تقاعس أو فتر أو تكاسل عن إصلاح هذا اللحن وصلى بالآية ملحونة فإن صلاته في هذه الحالة لا تصح، لأن المأمور به أن يقرأ القرآن، وتلك الكلمة التي أحال معناها ليست من القرآن، فكأنه تكلم بكلام أجنبي في صلاته عامداً. وقد شدد العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة: إذا كان اللحن في الفاتحة فلم يصححوا لحن من يحيل خطأه المعنى في الفاتحة إذا كان قادراً على إصلاحها ولكنه فتر وعجز أو تقاعس عن إصلاحه، كالذي يقول أهدنا ولا يقول إهدنا فيفتح همزة الوصل، فإن همزة الوصل في هذا الموضع إذا فتحت صارت من الهدية لا من الهداية، والمأمور به طلب الهداية لا طلب الهدية، فهنا يحيل المعنى إحالة تامة، فلا تصح صلاته في نفسه إذا كان قادراً على إصلاحه. وأما إذا كان عاجزاً عن إصلاحه فإن صلاته حينئذ صحيحة، لأن إصلاح هذا الخلل واجب، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيجب عليه إصلاح هذا الخطأ، ويتعلق بإصلاحه صحة صلاته إذا كان قادراً على إصلاحه ومتمكناً من تعديل تلاوته. أما إذا كان عاجزاً فالله يغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهو يريد أن يصلح ولكن لسانه جرى على هذا الخطأ ولا يستطيع أن يصلحه.
وقد يكون عدم الإصلاح لسبب يرجع إلى خلقه، يعني كأن يكون ألثغًا أو ألتغًا أو أثرمًا، لا يستطيع أن يخرج الحروف من مخارجها، وإنما يخرج بدلها حروفًا أجنبيةً عنها تحيل المعنى. فهنا صلاته في نفسه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم إمامًا بين يدي المسلمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقدم الأقرأ، وهذا ليس بأقرأ. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو بهذا الخطأ المحيل للمعنى لا يسمى بأقرأ، لا يسمى بالأقرأ، حتى وإن كان غير معاقب على هذا الخطأ، لكنه لا يقدم بين يدي المسلمين إماما لهم. وأما الخطأ الذي لا يحيل المعنى فالعلماء متساهلون فيه فيما زاد على الفاتحة، فيما زاد على الفاتحة، ومتشددون فيه في حدود الفاتحة. فالفاتحة لا يرخصون في اللحن فيها، لا لحنا يحيل المعنى ولا لحنا لا يحيل المعنى، إلا أنهم قالوا إذا كان اللحن في الفاتحة لا يحيل المعنى فتمنع إمامته وتصح صلاته فيما لو خالف وصلى بنا إماما، لكن إمامته ممنوعة. نقول: لا تصلي بنا إماما، لكن لو أنه تقدم وصلى فإن صلاتنا خلفه صحيحة، لأن المعنى باق لم يحل، كقوله مثلا الحمد لله رب العالمين، هل يتغير المعنى؟ هذا لحنا لكنه لا يحيل المعنى، قراءتها ربي العالمين لكنه ضم رب فقال رب العالمين، فهنا لا يتقدم إماما بنا لأنه ليس بالأقرأ، لكن لو صلى بنا إماما لما كان عندنا يعني دليلا يدل، لما كان عندنا دليل يدل على بطلان إمامته، فصلاته بنا صحيحة. ومن أهل العلم من صرح بكراهية إمامة اللحان الذي يقع في اللحن الذي لا يحيل المعنى. فإذا لا بد أن نفرق بين أنواع اللحن، فمنها ما يحيل المعنى ومنها ما لا يحيل المعنى. فما يحيل المعنى لا تجوز إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، ولكن هل صلاته هو في نفسه صحيحة؟ نقول: هذا يختلف باختلاف قدرته على إصلاح هذا اللحن من عدمه، فإن كان قادرًا على إصلاحه وعجز وفتر أو تقاعس أو تساهل فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان قادرًا على إصلاحه فصلاته صحيحة. وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فتمنع إمامته، منهم من قال منع تحريم ومنهم من قال منع كراهة، لكنهم قالوا لو صلى فإن صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، لأنه ليس ثمة شيء يقتضي بطلان الصلاة، يقتضي بطلان الصلاة. ولذلك اللجان الشرعية المخولة من الجهات في الدولة النظامية تختبر نطق الأئمة قبل توظيفهم في هذه الوظائف حتى تتفادى هذه المسألة. نعم. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويجوز الاستخلاف بالعذر الذي هو شائع شرعا على الرجحان. نعم. إذا عرض للإمام شيء يمنعه من مواصلة صلاته فإن له في هذه الحالة أن يتأخر ويقول: تقدم يا فلان، أو أن يرجع ويقدم أحدا من خلفه بيده، ويقوم هذا المستخلف بإتمام الإمامة بالناس، فهذا لا بأس به. وقد حصل لمن لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن في الصلاة ولم يستطع إكمالها، قدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا بأس بذلك. فالاستخلاف سنة عمرية صحيحة ثابتة، لا حرج فيها ولا بأس، بل أنا أقول والله أعلم أنه يستدل عليها بدليل أعظم من ذلك، وهو أن أبا بكر صلى بالناس ثم انتقلت الإمامة منه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر
فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا بأس بتبديل الأئمة، لا سيما مع وجود العذر الداعي لهذا الاستبدال، كأن يعرض له استطلاق بطن، أو يعرض له مثلا دوار في الرأس يمنع، أو عذر آخر يمنعه من الاستمرار، فحينئذ له أن يسلم ويقول تقدم يا فلان، أو يلتفت، له أن يلتفت ويقول تقدم يا فلان أتمم بنا الصلاة. فإن لم يفعل فيجب على كل واحد من المأمومين أن ينوي الانفراد ثم يتم صلاته بنفسه. فإذا إذا طرأ للإمام عذر فلا يخلو من حالتين، إن استخلف فهذا له وجه، وإن تركهم بلا استخلاف فكل واحد منهم يقضي، أقصد يتم صلاته لنفسه ولا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وله العذر. أما قوله هو سائغ فهي خطأ، هو سائغ، سائغ شرعا، يعني العذر المعتبر، يعني العذر الذي نظر له الشارع بعين الاعتبار، كعذر الخوف، عذر المرض ونحوها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وله العلو بقصد تعليم لهم، ويجوز للمأموم بالبرهان. اعلم أن العلو في الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون المقصود به علو المأموم على الإمام، أو يكون المقصود به علو الإمام على المأموم. فأما مسألة علو المأموم على الإمام فجائزة شرعا حتى وإن ارتفعت أدوار متعددة، يجوز للمأموم أن يعلو على إمامه، في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا حد لهذا العلو. ولذلك أنتم ترون في الحرم أنهم يصلون خلف إمامهم وهم في الأدوار العلوية، لا بأس بذلك. فمسألة علو المأموم على الإمام لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. وقد ورد عن أبي هريرة أنه صلى خلف إمامه والإمام في المسجد، وأبو هريرة على دكان له، يعني على مرتفع له، لا حرج في ذلك. ولكن العلماء يشددون في مسألة الأخرى، وهي علو الإمام على المأموم، والقول الصحيح فيه إن شاء الله أنه يجوز للتعليم ويكره لغيره، أنه يجوز للتعليم ويكره لغيره. فإن قلت وما برهان جوازه للتعليم، فأقول برهانه ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقراءته على المنبر، وركوعه ورفعه على المنبر، ثم رجع حتى نزل في أصل المنبر وسجد على الأرض، ثم رجع إلى المنبر مرة أخرى، فلما قضى الصلاة قالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا كان ارتفاعه عليهم من باب التعليم فلا حرج، وأما أن يرتفع عليهم من باب من غير مصلحة شرعية فإنه أمر لا يجوز لعدم ثبوته عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ورد أن حذيفة أراد أن يرتفع على وقد ورد أن عمار أراد أن يرتفع على دكان يصلي عليه، قال فجبذه حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فقال: أما رأيتني أطعتك إذ يعني سحبتني أو جررتني أو أخذت بيدي؟ فإذا لا ينبغي للإمام أن يعلو على المأمومين إلا بقصد التعلم، وحتى لو كان قصده التعليم فإن علوه يكون على شيء خفيف كثلاث درجات من درجات المنبر ونحوها. وأما إذا كان ارتفاعا عاليا فإن إمامتهم به لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لعدم رؤيتهم لأفعاله، إذ ليس إمامهم بين أيديهم، إذ ليس إمامهم بين أيديهم. وأما المأموم فله أن يرتفع على إمامه كيفما شاء على حسب ما تقتضيه الحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله:
إن اختلاف القصد ليس مؤثرا واختاره النحرير من حران. هذه قاعدة في باب الإمامة تقول: الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام. الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام، فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وهذا أول فرع من فروع هذه القاعدة، أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، يعني أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً، صلي فريضة. فإن قلت: وما دليل هذا؟ فأقول: دليله ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني نافلة معادة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. الفرع الثاني أنه يجوز أن يكون الإمام مفترضاً والمأموم متنفلاً، أي عكس الفرع الأول، وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. فأبو ذر يتنفل وهم مفترضون. وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فإذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، يعني أديتما الفريضة، ثم أدركتما الإمام ولم يصلي، فصليا معه، فإنها لكما نافلة. إذن الإمام مفترض وهم متنفلون، فإذن يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ويجوز أن يصلي المقيم خلف المسافر، فالمسافر ينوي ركعتين والمقيم يتم أربعاً. وبرهان هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالناس إماماً في مكة، كان يقول: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فكانوا يتمون خلفه وهو يصلي بهم مقصورة. ويجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم، ولكن يجب على المسافر في هذه الحالة أن يتم نظم صلاته، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أنهم سألوه: ما بالنا إذا صلينا لأنفسنا قصرنا، وإذا صلينا خلف هؤلاء فإذا صلينا خلفهم أتممنا؟ قال: تلك السنة. والمتقرر في قواعد المصطلح أن الصحابي إذا قال تلك السنة فله حكم الرفع. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أنه قال له: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء، أي في المناسك، أتممنا، وإذا صلينا لأنفسنا قصرنا؟ قال: تلك السنة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذن بل وأتم الصحابة خلف عثمان رضي الله عنه لما تأول وأتم في المناسك، فكان الصحابة وهم يرون مشروعية القصر يصلون خلفه تماما. فإذا اختلفت النيات، هؤلاء ينوون الإتمام وهؤلاء ينوون القصر، ولم يؤثر هذا في صحة ائتمام بعضهم لبعض. ويجوز أن يأتم من يصلي جالسا بمن يصلي واقفا،
ويجوز أن يأتم من يصلي واقفا بمن يصلي جالسا، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة صلاته بالناس وهو مريض كان يصلي جالسا، وأبو بكر قائما، ومن خلفه كلهم وقوف، فهم وقوف وهو جالس، فلا بأس بذلك أبدا. فإذا مجرد الاختلاف في النيات لا يؤثر في صحة الاقتداء. فإن قلت كيف يكون ذلك صحيحا وهناك اختلاف بين المأموم والإمام، فالإمام ينويها فريضة والمأموم ينويها نافلة، أوليس هذا من الاختلاف بينهما؟ الجواب بلى. فتقول لي كيف تجيز الإمامة مع وجود الاختلاف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكون الإمام ينوي الفريضة وأنت تنوي النافلة فهذا اختلاف على الإمام، فكيف تقول إنها صحيحة؟ فنقول لا إشكال في ذلك، لأن الاختلاف المنهي عنه في هذه الأحاديث إنما هو الاختلاف في الحركات الظاهرة، والاختلاف الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو الاختلاف في النوايا الباطنة، فالاختلاف في النية بينهما لا يؤثر في صحة الاقتداء والائتمام. وأما الاختلاف الظاهري على الإمام فإنه لا يجوز أن يكون الإمام راكعاً وأنت ساجد، أو يكون ساجداً وأنت قائم لا تختلف عليه في هذه الحركات، أو تسجد قبله أو تتخلف عن السجود بعده تخلفاً كثيراً. ويفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ثم فسر هذا الاختلاف المنهي بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وهذا فعل ظاهر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهذا فعل ظاهر. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فكيف نجمع بين الأدلة التي تجيز الاختلاف والأدلة التي تنهى عن الاختلاف؟ الجواب نحمل الأدلة التي تنهى عن الاختلاف على الاختلاف في الظاهر، ونحمل الأدلة الدالة على جواز الاختلاف في الباطن، في الباطن فلا بأس بها. والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فإن قلت وهل يجوز للإنسان أن يقتدي بمن يقضي الصلاة فيكون هو مؤديا للصلاة وإمامه يقضي؟ فنقول لا بأس بذلك، هذا ينوي القضاء وهذا ينوي ابتداء الأداء، فالخلاف بينهما في ماذا؟ في النيات فقط. إذن احفظوا هذه القاعدة الطيبة التي تقول الاختلاف بين الإمام والمأموم في النيات لا يؤثر في صحة الاقتداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فتصح مفترضا وراء متنفل والعكس عند أئمة الإيمان. واختار هذا القول واختار الأقوال في هذه المسائل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. لحظة شوية خالد، اكتبها يا خالد لا تفوت. فتصح وكذا المؤدي خلف قاض يا فتى ومسافرين بحاضر البلدان، وإمامة الجندي مع ولد الزنا والعبد صالحة بلا نكران. نعم. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تولي الجنود أي الشرطة للإمامة الناس، فكثير من أهل العلم رحمهم فبعض أهل العلم رحمهم الله كره إمامتهم، وذلك لأنهم يقولون إن هؤلاء الجنود في الأعم الأغلب يظلمون الناس ويعتدون عليهم باسم الأمير أو الملك أو باسم الجهة التي ينتسبون إليها، وأن فيهم فسقا في الأعم الأغلب، يقولون هكذا. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الجندي إذا كان هو الأقرأ فهو الأحق بالإمامة، ولا شأن للإمامة بالوظائف، لا شأن للإمامة بالوظائف، فكونه جنديا أو غير جندي لا أثر له في تقدمه أو تأخره، وإنما للإمامة شروط معتبرة شرعا، فمن كان أجمع للشروط المعتبرة شرعا فهو الأحق بأن يتقدم إماما بالناس جنديا كان أو غيره،
جندي. وأما إذا كان من الفسقة فإن وصف الفسق انتبهوا يوجب كراهية إمامته سواء أكان جنديا أو غير جندي، فإذا وصفه بالجندية لا يؤثر، لكن وصفه بالفسق هو المؤثر، والوصف بالفسق لا يتعلق لا بجندية ولا بغير جندية. فإذا لا شأن لنا بما قاله بعض الفقهاء بأنه تكره إمامتهما، وإنما العبرة بتوفر الشروط المعتبرة شرعا في الإمام. ثم قال مع ولد الزنا. والعلماء قرروا كراهية إمامة ولد الزنا للناس لأنه ليس ثمة جهة ترعاهم، فغالبا ما ينشأون بدون اهتمام ولا رعاية، ويكونون عالة على المجتمع، فربما يكون مروجا للمخدرات، أو يكون قاطع طريق، أو يكون بعيدا عن الحق والهدى، إذ ليس ثمة من يربيه. ولكن هذا لا شأن له بقضية الزنا من عدم الزنا. ومنهم من علل بأنه نطفة خبيثة، وهذا كله لا شأن لنا به، فولد الزنا إن كان هو أقرأ القوم فهو الأحق بالإمامة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكون أبويه قد أخطأ هذا الخطأ فوزرهما عليهما، وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كثيرا من أولاد الزنا في هذا الزمان صارت لهم جهات ترعاهم وتربيهم وتعلمهم وتحفظهم وتهتم بهم وتؤدبهم وتعطيهم القوة على مواجهة المجتمع، فصار كثير منهم على صفة الصالحين. وأما قوله بأنه نطفة خبيثة فنقول إنما الخبث على والديه وليس عليه، لأن الإثم والجرم منهما، وهو لا يطوله شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة من إثمهما ولا جرمهما، لأن من عدل الله ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال في الزاد: وتصح إمامة الجندي وولد الزنا إن سلم دينهما. فنقول لا شأن لنا لا بجندية ولا بولد زنا، وإنما المقصود سلامة دينهما واستجماعهما للشروط المعتبرة، فمن كان أجمع للشروط المعتبرة فهو الأحق بالتقديم، جنديا كان أو ولد زنا أو غير جندي أو غير ولد زنا. نعم. نعم. إيش هو؟ نعم. ثم قال: والعبد، أي ويجوز أن يكون إمام الناس عبدا رقيقا، بل إن العبد هو الأولى بالتقدم إن كان هو الأقرأ، إذ لا شأن في الصلاة بمراتب الناس ولا جاههم، لأنه أمر لله عز وجل بين العبد وبين ربه، وما كان بين العبد وبين ربه فلا مدخل له لتلك النزعات أو تلك المقاييس الأرضية الدنيوية، فأكرمنا عند الله عز وجل أتقانا حتى ولو كان عبدا. قال الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا شأن عند الله عز وجل لا بالطول ولا بالقصر ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالغنى ولا بالفقر ولا بالجاه ولا بالشرف، وإنما العبرة عند الله بتفاضل الناس، وإنما العبرة عند الله إنما هي بالإيمان والتقوى. فأكرمنا عند الله عز وجل أتقانا، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله عز وجل رفع في الأدلة ذكر بلال الحبشي، وذم أبا لهب القرشي، فلم ينفع أبا لهب قرشيته، ولم يضر بلالا حبشيته، فهذا شيء وهذا شيء. فإن قلت: أوليس العبد ناقصا؟ فأقول: هو ناقص فيما يتعلق بأحكام الدنيا، أما فيما يتعلق بأحكام الآخرة أو فيما بينه وبين الله لا شيء، ليس بناقص بل هو كغيره. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه،
وكان يصلي وراءه أبو سلمة بن عبد الأسد وعمر بن الخطاب، وسمى رجالا من المهاجرين، كانوا يقدمونه بين أيديهم وهم سادات قومهم. وهو سالم مولى أبي حذيفة رقيق عبد، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، فلعموم قول الله عز وجل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يدخل فيه تقديم العبد إذا كان هو الأقرأ. وأما نقصه في أحكام الدنيا هذا شيء آخر لا يؤثر على إمامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا ويحرم أن يؤم بمسجد وله إمام راتب متفاني إلا بإذن أو تأخره إذا طالت دقائقه عن الحسبان. إذا كان للمسجد إمام راتب فإنه يعتبر هذا المسجد سلطانه، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم أحدا في سلطانه. خذوها قاعدة: لا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي السلطان، سواء أكان السلطان البلد أو سلطان المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري. فإمام المسجد سلطان، فلا يجوز للإنسان أن يفتئت عليه ويتقدم بين يديه مطلقا. وإن تقدم أحد بين يديه بلا عذر فلا يصح لمن خلفه أن يأتموا به، فإن ائتموا به فائتمامهم به باطل لا تصح، لأنه غاصب وظالم، والظالم الغاصب لا يصح أن يصلى خلفه، إلا إمام المسلمين الذي لا تصح الصلاة، عفوا، الذي لا تكون الجمعة والجماعة إلا لا تقام الجمعة والجماعة إلا خلفه، فهذا شرحناه في الدرس الماضي، فله حالة خاصة. ويجب على الجميع أن ينكروا على هذا المفتئت على إمام المسجد، إلا أن هذا المنع ليس على إطلاقه، بل قيده المصنف بأمرين: الأمر الأول أن يأذن صاحب السلطان بتقدم غيره مكانه، فإذا أذن فالحمد لله، كأن يوكل غيره في التقدم، أو أن يكون في المسجد ويقول لغيره تقدم يا فلان، فهو صاحب الحق، وإذا أعطى الحق لغيره عن إرادة واختيار فإن هذا لا حرج عليه فيه. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. والحالة الثانية أن يتأخر الإمام عن الإقامة المعتادة تأخرا زائدا عن العادة، فإذا تأخر تأخرا زائدا عن العادة فقد أسقط حقه في هذا السلطان في هذا الوقت وفي هذا الوقت المعين، وينتقل الحق منه إلى غيره مراعاة للضرر العام. فلا ينبغي أن نحبس الناس على حضوره، لكن شريطة أن يكون تأخره قد زاد عن العادة، لأن العادة محكمة، ولمراعاة مصالح الناس ولدفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأخف. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين طائفتين من الأنصار تأخر، فجاء بلال لأبي بكر فقال: أأقيم الصلاة؟ فقال: أقم. فصلى أبو بكر إماما، ومرة أيضا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصلون قال: أحسنتم. فإذا هاتان الحالتان تجيز أن يتقدم غير ذي السلطان في هذا المكان، أي الإمام الراتب، لوجود العذر الشرعي، فإما أن يأذن وإما أن يتأخر تأخرا زائدا عن العادة. قال العلماء: وإذا كان بيت الإمام قريبا عند تأخره فيبعث المأمومون من ينبهه، من ينبهه، لأن الصحابة كانوا إذا تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أصواتهم بقولهم: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله.
أو ربما تنحنح حتى يخرج إليهم فيصلي. فإذا كان بيت الإمام قريباً وذهب بعض المأمومين يطرق عليه الباب ليذكره أو ليتأكد من وجوده من عدمه، فلا حرج من باب قطع دابر المنازعة في مثل هذا الأمر. وإني أهيب بالأئمة في مثل هذه المسائل ألا يسددوا كثيراً، وأن تكون نفوسهم أريحية قابلة لتقدم غيرهم في موضعهم، بل عليه أن يظهر السرور وأن يظهر الفرح بتقدم غيره حتى يعلم الجماعة أن همه ليس نفسه فقط، وإنما همه وقلبه على راحتهم وعلى كشف الضرر عنهم وعلى عدم تأخيرهم عن أعمالهم أو راحتهم، فإن هذا يوجب كمال الألفة وهو من كمال الحصافة والعقل. فبما أنه صلى وتقدم عليك فعليك أن تكسب هذا الموقف وتجيره في مصلحتك، لأن من الأئمة من يكون أحمق فيظهر غضبه وزمجرته، وربما تكلم أمام الناس على الإمام الذي على الشخص الذي تقدم، فهنا يبغضه هذا الشخص الذي أنقذ الموقف بفضل الله، ويبغضه جماعته، ويتقرر في قلوبهم أن هذا شخص أناني، أن هذا شخص أناني لا يريد إلا مصلحته فقط، ويبغضه الناس حتى ولو كان داعية، فلربما انقفلت قلوبهم وأغلقت أفئدتهم عن قبول دعوته فيما بعد. لكن المترفق الحليم الهادي في مثل هذه المواضع، المتسامح اللي يعفو ويصفح عن مثل ذلك، بل ويظهر تشجيعه للإمام وللمأمومين في أنه متى ما تأخر أو يعطيهم إذنا عاما أنني متى ما تأخرت فلا تتأخروا وفقكم الله من أجلي، وإنما قدموا من يصلي بكم. فمثل هذه الأفعال تدل على الحكمة، وتدل على الحصافة، وتدل على كمال العقل، وتدل على كمال تقديم مصلحة الآخرين على مصلحتك. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يؤخذ فيها بالحق وأن يزمجر الإنسان وأن يطالب فيها بما يريد، لا سيما إذا كان الإمام ضيع أصلاً بعض الأوقات، يعني أحشفاً وسوء كيلة. فإذا أردت أن يستر الناس عيوبك فاستر عيوب الناس، فأعظم شيء تستر به عيوبك أن تكف لسانك عن الناس، أعظم شيء، وإلا فاعلم أنك صفحة بادية، ترى لو أراد الناس أن يبدوا عيبك وجدوه، فكلنا صفحات بادية لأعين الناس، لكن الناس يتعامون عن عيوبنا وهم يعرفونها ولا يفكرون فيها ولا يجعلونها مشكلة تحتاج إلى حل، لما؟ لحسن أخلاقنا معهم. فإحسان أخلاقك أيها الداعي أو المسلم على وجه العموم، بل الداعي على وجه الخصوص مع الناس، هذا من أعظم ما يشرح صدورهم لك ويجعلهم يسترون ما يرونه من عيبك ويتجاوزون عنك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل إني أعرف بعض الأئمة إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وتقدم أحد الناس وأراد أن يرجع فإنه يرفض رفضاً عظيماً ربما يؤدي إلى القسم، أنك تتقدم وتصلي، أنا المتأخر وأصلي مأموم، أنت تقدمت جزاك الله خير وأنقذت الموقف فلا تتأخر، أنت حقك أن تتقدم، والموفق من وفقه الله عز وجل. نعم. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا: ويحرم سبقنا لإمامنا وله هديت بفقهنا حالان يأتي به بعد الإمام لسهوه والعمد منه موجب البطلان، هذا وأهل العذر شرعا فرض. أقول وبالله التوفيق: اعلم رحمك الله تعالى أن من طبيعة الاقتداء بالإمام متابعته، فلا تجوز مسابقته ولا موافقته ولا التخلف عنه، وإنما الواجب على المأموم تجاه إمامه حالة واحدة وهي متابعته، والمقصود بالمتابعة هي أن يوقع المأموم الركن بعد استقرار أعضاء إمامه منتقلا إليه، فلا يجوز للمأموم أن يوافق إمامه ولا أن يسابقه ولا أن يتخلف عنه، فمسابقته محرمة بل وكبيرة من كبائر الذنوب إذا وقعت عمداً مع كونها مبطلة للصلاة. فإذا سابق المأموم إمامه عمداً
فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويلزمه استئناف الصلاة من جديد لأنها مبطلة لصلاته. فإن قلت وما برهانك على كونها كبيرة؟ فأقول ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يحول الله صورته صورة حمار؟ فهذا فعل علقت عليه عقوبة. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل فعل علقت عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنه كبيرة من الكبائر. فمن فعله متعمدا فقد خالف واجب الإمامة وركنها الأعظم، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وأما موافقته فهي حرام أيضا، لكنها لا توجب بطلان الصلاة إلا إن وقعت الموافقة في تكبيرة الإحرام، فإن صلاة المأموم لا تنعقد إذا كبر مع تكبير إمامه للإحرام. فموافقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام توجب عدم انعقاد صلاة المأموم أصلا، لكن لو وافقه في الركوع ووافقه في الرفع ووافقه في السجود أو القعود فهو حرام عليه، لكنه تحريم لا يوجب بطلان صلاته، لا يوجب بطلان صلاته. ويجب على المأموم أن يتابع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فواجب المأموم هو المتابعة، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الحديث. فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد فعل إمامه لها بلا سبق ولا موافقة ولا تخلف كثير. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وأما التخلف الكثير عن الإمام فإنه يحرم كذلك. فإن قلت علمنا أنه يحرم، ولكن ما الذي يبطل الصلاة من هذا كله؟ أقول: الذي يبطل الصلاة في الإخلال بالواجب بواجب المتابعة هو عدة أمور. الأمر الأول: من سابق إمامه عامدا للمسابقة، فمن سابق إمامه بالركن فوصل المأموم للركن قبل وصول إمامه عامدا عالما فإن فعله هذا يعتبر مبطلا لصلاته. فإن قلت وما الحكم لو فعله جاهلا أو ناسيا أو ساهيا؟ فنقول يجب عليه أن يرفع ليأتي بالركن بعد مجيء إمامه به ولا سهو عليه، لأن هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم. فإذا صارت المسابقة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسابقة عن عمد فهي مبطلة للصلاة، وإما أن تكون مسابقة عن جهل أو غفلة أو نسيان أو سهو، فهنا لا تعتبر مبطلة، ولكن يجب على المأموم ألا يعتد بالركن الذي فعله سابقا وإنما عليه أن يرفع ليأتي بالركن بعد مجيء إمامه به. الحالة الثانية: أن يوافق إمامه في تكبيرة الإحرام، فأي مأموم وافق إمامه في تكبيرة الإحرام فإن صلاته في هذه الحالة غير منعقدة. الحالة الثالثة: أن يتخلف عن المأموم في ركن، أن يتخلف عن الإمام في ركن حتى يرفع الإمام منه، ولا يعني عامدا عالما بهذا الحكم،
فإن التخلف عن الإمام بركن عامدا يبطل صلاة المأموم، يبطل صلاة المأموم لتفويته ركن المتابعة والاقتداء، بمعنى أنه لو قام الإمام يقرأ والمأموم خلفه يقرأ، ثم ركع الإمام والمأموم لا يزال قائما ثم رفع، هنا انتهى ركن واحد. فإذا كان المأموم فعل هذا الفعل عالما بحكم المخالفة، عالما بحكم التخلف والتأخر ومتعمدا، فإنه في هذه الحالة صلاته باطلة. ومن أهل العلم من قال لا تبطل صلاته إلا إذا تقدمه الإمام بركنين، ولكن الأقرب هو هذا، أنه متى ما سبقه بركن فهنا لا يعتبر مقتديا بهذا الإمام ولا يعتبر متابعا له، ففي هذه الحالة يلزمه استئناف الصلاة. فإن قلت وما الحكم لو تخلف عنه جاهلا أو غافلا أو ناسيا أو ساهيا، فنقول في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالركن الذي تخلف عنه ويتابع إمامه، ويتابع إمامه. وإن من الناس هداه الله من يتخلف عن متابعة الإمام في الركوع بحجة أنه بقي عليه شيء من الفاتحة، فنقول إن بقي عليك شيء يسير من الفاتحة فقله سريعا وأدرك إمامك راكعا، وإن بقي عليك شيء كثير فحينئذ يسقط عليك ما بقي، يسقط عنك ما بقي وتنتقل مباشرة مع إمامك. فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن المأموم عن الإمام بركن، فإن فعله عامدا فصلاته باطلة، وإن فعله جاهلا أو غافلا أو ناسيا فيجب عليه أن يأتي به ثم يلحق بإمامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهذا وأهل العذر شرعا فرضهم ما يقدرون عليه، هذا وأهل العذر شرعا فرضهم ما يقدرون عليه دون الثاني، لأن المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأي شيء يعجز عنه المسلم من شروط الصلاة أو واجبات الصلاة أو أركان الصلاة فإنه يسقط عنه ما يعجز عنه شرعا، فينزل منزلة غير المطالب به، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة. والمتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وأن مع العسر يسرا. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الطهارة المائية فإنه ينتقل إلى الطهارة الترابية، وإذا عجز عنهما فيصلي على حسب حاله، ففاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. وكذلك يقال في سائر شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها، إنما يلزمه من شروط الصلاة ما يقدر عليه، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه ويصلي في الوقت على حسب حاله. وكذلك إذا كان عاجزا عن القيام فيسقط عنه ويصلي جالسا، وإن كان عاجزا حتى عن الجلوس فيصلي مضطجعا، إما أن يكون مضطجعا على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، أو يكون رجلاه إلى القبلة، تكون رجلاه إلى القبلة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإلا فعلى جنب، وفي رواية وإلا فأومي، يعني إيماء بالركوع والسجود. وفي سنن البيهقي بسند قوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده، شوف كيف طريقته، وهو قائم يصلي على وساده بمعنى أنه يسجد ويركع عليها وهو قائم أو قاعد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، من غير سجادة من غير وسادة، لا ترفع شيئا من الأرض لجبهتك، هذا من التنطع والتكلف الذي ما أمر الله عز وجل به وما أنزل به من سلطان، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي سنن النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائما، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرس فسقط فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا. فإذا أي شيء يعجز الإنسان عنه من نظم من صلاته سواء أكان من شروطها القبلية أو من واجباتها وأركانها الأثنائية فإنها تسقط عنه ولا يطالب بها ولا يطالب بها. فإن كان عاجزا عن الركن كله سقط كله، وإن كان عاجزا عن بعضه فيأتي بما يقدر عليه وما عجز عنه فيسقط عنه، لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وبالمناسبة فهناك كرسي يقال له كرسي الصلاة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الزمان، وقد سئلت عنه وأجبت بأنه مخالف للسنة، وهو كرسي يجلس عليه الإنسان وأمامه مثل الموضع يضع عليه سجادة بحيث أنه يسجد على هذه السجادة، وهذا من التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. يقول العلماء والإيماء بالركوع والسجود لا يلزم أن يكون لمنتهى، فترفع فتومي في الهواء لا يلزم أن يكون لمنتهى، السجود الكامل هو الذي لا بد أن يكون له منتهى وهو الأرض، فهمتم؟ وأما السجود بالإيماء أو الركوع بالإيماء فإنه لا يلزم أن ينتهي إلى شيء، إلى وسادة أو إلى يدك أو إلى شيء ترفعه إلى جبهتك، كل هذا مما لم يأمر الله عز وجل به أحدا من الناس أحدا من الناس. وإذا رأى الطبيب المسلم أن حالتك المرضية تقتضي أن لا تصلي واقفا فصلي جالسا، حتى وإن كنت في قرارة نفسك تعتقد قدرتك على الصلاة قائما، لكن لا بد أن تعمل بقول الطبيب المسلم لأنه صاحب الخبرة والرأي في هذا المجال في هذا المجال. مسألة قد يسألنا سائل ويقول إذا عجزت عن شيء وتركته أفيكتب لي أجر فعله فأقول لقد أجابك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا صليت جالسا للعذر وقد كنت سابقا تصلي قائما فإنك يكتب لك أجر القائم. فإن قلت وكيف يكتب لي أجر القائم وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم وصلاة المضطجع نصف أجر صلاة القاعد. فنقول هذا في حال التنفل النافلة، في حال الجلوس في النافلة أو الاضطجاع فيها بلا عذر، فإن القيام في النافلة غير ركن بالإجماع، فيجوز للإنسان أن يتنفل جالسا، فإذا تنفل جالسا مع قدرته على القيام فلا يأخذ أجر القائم كله وإنما يأخذ أجر نصف أجره،
وإذا صلى مضطجعاً ويجوز التنفل مضطجعاً حتى مع القدرة على القعود لهذا الحديث فإنه يأخذ نصف أجر القاعد. وأما إذا كان قعوده للعذر واضطجاعه للعذر فإنه يأخذ أجر القائم للحديث الذي ذكرته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ما سيأتي من الأبيات تابع لما قبله فلا يحتاج إلى شرح كثير. نعم. فالواجبات تعلقن بقدرة والعجز يسقطها بدون تواني. والقاعدة عند العلماء أن الواجبات الشرعية والتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل رحمة من الله عز وجل وإحسانا بعباده، فمن عجز عن شيء من الواجبات الشرعية في الصلاة أو في غيرها من سائر التكاليف الشرعية فالله عز وجل يتجاوز ويعفو عنه ما عجز عنه رحمة من الله عز وجل وإحسانا وفضلا. نعم. والأصل إن يتعذرن فصر إلى بدل له والقلب في اطمئنان. المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، فأي شيء من واجبات وأركان الصلاة تعذر عليك وله بدل صحيح فصر إلى بدله والقلب في اطمئنان، لا تؤثم نفسك ولا تنظر إلى نفسك نظر المقصر في حق الله عز وجل، لأن الأدلة شهدت أنك إن انتقلت إلى البدل لعجزك عن الإتيان بالأصل فلك أجر من أتى بالأصل كاملا، فإذا صر إلى البدل وقلبك في اطمئنان. فإذا لم تستطع أن تركع ركوعا كاملا أو تسجد سجودا كاملا فصر إلى بدله وهو الإيماء، فأومي بهما إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وإذا لم تستطع الطهارة المائية فانتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. وإذا لم تستطع أن تصلي قائما فانتقل إلى بلده وهي الصلاة فانتقل إلى بدله، أنا قلت بلده، فانتقل إلى بدله وهو الصلاة جالسا، وقلبك في اطمئنان من غير أن تؤثم نفسك أو ترى نفسك نظر المقصر في حق الله عز وجل أنك ما صليت قائما، بل عليك أن تصلي جالسا إذا كنت عاجزا عن القيام، وأنت حامد وشاكر لله عز وجل هذه الرخصة وهذه التوسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والعسر يصحب دائما باليسر في شرع النبي المصطفى العدناني. وهذه من نعمة الله أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه سميها العلماء من قواعد التيسير والتخفيف ورفع الحرج. ومن المعلوم أن من أصول الشريعة العامة رفع الحرج عن المكلفين، فأي شيء يحصل فيه العنت على المكلف والتضييق على المكلف فإنه يجوز له منه ما يرفع عنه الحرج والضيق والمشقة. وهذا ليس من خصائص الصلاة فقط، بل هو في الصلاة وفي الحج والعمرة وفي غيرها من الأمور، بل حتى في النطق بكلمة الكفر، فإن الإنسان لا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر، لكن إذا كان عاجزاً بسبب الإكراه عن السكوت عن كلمة الكفر فله أن ينطقها مع اطمئنان قلبه بالإيمان فكل هذا من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأدلة قد ذكرتها قبل قليل بما يغني عن إعادتها ولله الحمد والمنة. طيب، بما أنكم فقهاء وهذه قاعدة من قواعد الفقه الخمس الكبرى، فأنا أريد منكم ما لا يقل عن 5 فروع تخرجونها على هذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكلما كانت الفروع جديدة غير ما مر كلما كان أفضل وأكمل. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.